طيب ايه من الاخبار معانا تاني؟ خليني اقول لكم طبعا انه مفترض ان شاء الله انه الاهلي طلب تسليم الدرع في على هامش مباراه القمه ان شاء الله امام الزمالك يوم الخميس القادم. ونتمنى يعني نتمنى حتى لو كان القصه مش يعني معتادين عليها او فيها نوع من انواع الحساسيه او العصبيه، انا بتهيالي انها فرصه عظيمه جدا نكسر حواجز ونرجع علاقات طالما كانت. عمري ما شفت توتر بين، هو توتر من جهه واحده الحقيقه، يعني ما اعتقدش انه الاهلي شاغل باله قوي لا بالزمالك ولا بصفقات الزمالك ولا ببطولات الزمالك ولا بالمسؤولين في الزمالك، وما حصلش ان احنا اشرنا ليهم لا من قريب ولا من بعيد في اي مناسبه من المناسبات. لكن اتمنى يعني كنت بقول انه على مدار عمر طويل جدا كانت دايما العلاقه على مستوى اللاعبين وعلى مستوى الادارات في منتهى يعني في منتهى الود والاحترام والتقدير، في منافسه ده طبيعي جدا، لكن المنافسه بالتاكيد مش ممكن تكون سبب لحاله الانحطاط اللي احنا واصلين بيها، انا اسف يعني في اللفظ، الحاله اللي احنا عايشينها يوميا. انا مش بتكلم في طفرة هنا ولا طفرة هناك، استثناء هنا ولا استثناء هناك، أنا بكلمك في حالة أصبحنا بنعيش فيها يوميا ولا يعلم الله مداها ولا نتائجها. حالة الاحتقان، الناس اللي بتغذي في النار، الناس اللي بتلعب على الفتنة عشان تداري فشلها وتداري عجزها، معرفش الحقيقة ممكن تكون في يوم من الأيام هتوصلنا لفين.